هذا اللقاء التواصلي اللي تنظمه اليوم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج لفائدة أعضاء البعثة الدينية الموفدة إلى الخارج بمناسبة شهر رمضان لمواكبة أفراد الجالية المغربية خلال هذا الشهر الفضيل. بعثة المؤسسة لهذه السنة تتكون من 274 واعظا ومقرئا سيتم إفادهم إلى مختلف الدول الأوروبية وكذلك إلى السويد والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. بالنسبة للعدد إذا المؤسسة كتعمل قدر الإمكانيات لتلبية رغبات أفراد الجالية المغربية في هذا الإطار. وبالنسبة للعدد ديال هذه السنة راه ارتفع مقارنة مع السنة الماضية. أشرفوا بالمشاركة في تأطير الجالية المغربية المقيمة بالديار الهولندية مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، يعني ويمكن أن أتكلم يعني الحمد لله شرفت بأن حظيت بدعوة للمشاركة في هذه الندوة الصحفية المباركة التي تمد جسور التواصل كما هي عادة المؤسسة، يعني دائما أن تمد جسور التواصل بينها وبين المغاربة المقيمين بالخارج. وتحدثت وارتأيت يعني أن لا أكرر ما سبقني إخواني في التحدث عنه، يعني السادة الأساتذة الكرام فيما تحدثوا عنه من الغاية من هذه البعثة، يعني ركزت كلامي عن تجربة نسوية في هذا المجال، فهي يعني تجربة الحمد لله رائدة من طرف المؤسسة، وإن كان يعني لازال هناك بعض النقص على مستوى العنصر النسوي، فمثلا يعني في بالديار الهولندية فقط أستاذتين من بعثة المؤسسة، فالحمد لله يعني نبذل قصارى جهدنا في التواصل مع الجالية المغربية سواء على المستوى النسوي أو في بعض المرات يعني تكون هناك محاضرات عامة، نقصد من خلال ذلك التقرب والتعرف على مشاكلهم وخاصة ما يعني فقه الواقع، كيف يعني يمارسون حياتهم وكيف يظلون يعني في حياة أسرية منسجمة فيما بينهم سواء في تربية الأبناء أو في معاشرة الأزواج أو إلى غيرها من الأمور، خاصة وأن لديهم إكراهات خاصة، ودائما يعني نحاول أن تكون أجوبتنا مقترنة بالنموذج الأمثل الذي هو النموذج الديني المغربي الذي يحتسر يحتذى به في كل يعني صوب وحذب، نموذج التسامح والتعايش واحترام الحريات وكذلك الانفتاح على الغير لتحقيق مصالحة مع الذات ومصالحة مع الغير، وكذلك دائما التشبث بالثوابت الدينية الفقه المالكي والعقيدة الأشهرية وتصوف الجنيد، وذلك لتغذية الجانب الروحي دائما تحت الريادة السامية لإمارة المؤمنين يعني وتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مؤسسة محمد الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مؤسسة تعنى بالمغاربة قاطبة في من خلال تتبع حياتهم ومشاغلهم وحياتهم اليومية، ورمضان فرصة لتأكيد العلاقة ما بين المغرب وبين أبنائه قاطبة في جميع أنحاء العالم، وأيضا إرسال هذه البعثات الدينية إلى بلاد المهجر ما هو إلا حرص من هذه المؤسسة على تجسيد وتأكيد الانتماء للوطن الأم من خلال الدروس والمواعظ وفق الثوابت الراسخة المتواترة والمتواترة عن المغاربة ابن عن جد إلى عصر الناس هذا، انطلاقا من المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني تحت غطاء إمارة المؤمنين الساهرة على حماية العقيدة وعلى حماية اللحمة المغربية وترابطها في مختلف مجالات الحياة وفي مختلف مناطق العالم.